السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات، أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع العادة السرية. هنعرف إيه هي أضرارها، هل ليها فوائد ولا لأ، في شائعات حواليها وعلى حوالين خطورتها هنعرفها، وهل هي حقيقية ولا لأ، إيه العلاج بتاعها، إيه علاج الإدمان بتاعها، كل الموضوعات دي هنتطرق ليها في هذا الفيديو. اولا، ايه موضوع العاده السريه ده؟ العاده السريه هي عباره عن حاله من الاثاره الجنسيه عن طريق ان الشخص بيحاول بقدر الامكان يثير نفسه بنفسه، بان هو يلمس ويعمل مساج للاعضاء الجنسيه بتاعته، سواء كان ذكر فبيحاول بقدر الامكان يعمل مساج للقضيب، او اذا كانت انثى بتحاول بقدر الامكان تعمل نوع من انواع مساج للحلمتين او للبزر او لفتحة المهبل، محاولة للاثارة الجنسية. طبعا ممكن مع الاثارة الجنسية دي هي ممكن الشخص يتفرج على فيديوهات او يسمع شرايط تسجيل او يتفرج على صور او يقرأ كتب او قصص معينة تدخله في مرحلة الإثارة، أو في بعض الأحيان بيلجأ للدميات، في منها على هيئة ذكور أو في منها على هيئة إناث. طبعا كل الحاجات دي كلها إحنا بنشرح إزاي الشخص بيعمل العادة السرية. في بعض الأحيان بيلجأ إلى كريمات، زيوت معينة، كل الأشياء دي بتسهل له ممارسة العادة السرية. طيب بالنسبة للعادة السرية دي هي ايه هي العادة السرية المعتدلة اللي ما فيهاش افراط؟ ليها شروط. اول شرط ليها ان هي تكون نتيجة احتياج جنسي شديد. تاني شرط ان هي تكون مرة واحدة بس في الجلسة، يعني ما يعملش عدة مرات في الجلسة الواحدة. تالت شرط ليها ان هي ما يكونش فيها ايذاء جسدي، يعني ما يحصلش إيذاء. مثلا في بعض الفتيات بتستعمل أدوات معينة ممكن تعمل إيذاء لغشاء البكارة، أو ممكن تعور نفسها. في بعض الشباب ممكن يحصل له مشاكل في القضيب، ممكن يحصل له تورم، ممكن يحصل له انكسار، ممكن يحصل له كدمات في القضيب. كل الإيذاء الجسدي ده طبعا ده ممكن يؤدي إلى مشاكل وخيمة. طبعا النقطة الثانية عدم تعطيل الحياة الاجتماعية، يعني ما يكونش عندك مثلا مذاكرة وتسيب المذاكرة بتاعتك، ما يكونش عندك شغل وتسيب الشغل بتاعك، تعطيل الحياة الاجتماعية، ما يكونش عندك زوجة وتلجأ لممارسة العادة السرية. كل الأشياء دي هي كلها كده نسميها عادة سرية غير معتدلة. أيضا من ضمن الشروط إن هي مثلا بيحاول يثير نفسه، وبعد كده قبل ما يوصل لدرجة الذروة بيتوقف، وبعد كده يرجع تاني يمارس. طبعا دي بتؤدي لمشاكل خطيرة وتؤدي إلى احتقان في البروستاتا وتؤدي الى احتقان في الخصية. طبعا احنا بنقول ان اي شيء فيه افراط ده بيؤدي الى خطورة وبيؤدي الى مشاكل ومضاعفات. اي شيء فيه اعتدال ده بيعدي من غير مشاكل. احب اذكر ان حوالي 90% من الرجالة مارسوا العادة السرية في فترة من الفترات في حياتهم، وأكثر من 50% من السيدات مارسوها في فترة من الفترات، ودي إحصائيات عالمية. أحب ألفت النظر إن موضوع الأضرار بتاعتها، يعني مثلا هل هي مضرة؟ طبعا إحنا سمعنا إشاعات إن هي ممكن تؤدي إلى جنون، أو تؤدي إلى عمى، أو تؤدي إلى التهاب في المفاصل. كل الحاجات دي كلها إشاعات. أو ممكن تؤدي إلى العقم، أو ممكن تؤدي إلى قلة الحيوانات المنوية عند الرجال. كل الإشاعات دي خالية من الصحة. أولا أحب ألفت النظر إن في بعض الدراسات دلوقتي موجودة على
العادة السرية المعتدلة، بتقول إن في أبحاث بتقول إن ممكن تؤدي إلى انخفاض عدد حالات سرطان البروستاتا، وفي بعض الدراسات بتقول إن ممكن تؤدي إلى زيادة صلابة القضيب في أواخر العمر. كل الدراسات دي معمولة، ولكن حتى الآن النتائج بتاعتها مبشرة ولكن مش أكيدة. أيضا في أبحاث بتقول إن هي بتعزز من الصحة النفسية وبتحسن من المزاج العام وبتمنع الاكتئاب. طبعا ده شيء ممكن مقبول، لأن في شاب مش متزوج، وبالتالي فهو هي دي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن يعني يعمل فيها نوع من أنواع فك الكبت بتاعه. طيب في أيضا بعض الدراسات بتقول إن ليها علاقة بالمناعة، يعني بتعزز المناعة. طبعا كل الدراسات الطبية دي غير مؤكدة، لسه لغاية دلوقتي ما وصلناش لنتائج محددة، وبالتالي في دراسات كتيرة معمولة على موضوع العادة السرية المعتدلة وليست المفرطة. طيب ايه الخطورة بتاعتها؟ الخطورة بتاعتها انك انت ممكن تتعود عليها، ولو اتعودت عليها طبعا انت بتحبها، دي ممكن تعطلك اجتماعيا، ممكن اساسا تعطلك عن شغلك، عن مذاكرتك، عن تعمل لك نوع من انواع الاكتئاب، ترهق جسمك، ترهق الأعضاء الجنسية بتاعتك. طبعا ممكن فيما بعد تعمل لك مشكلة نفسية لأنك أنت تعودت عليها، وبالتالي يحصل مشاكل ما بينك وما بين زوجتك. طبعا في بعض المشاكل ممكن تحصل نتيجة أنك أنت ممكن تستخدم دمية استخدمها حد قبلك، طبعا دي ممكن تنقل الأمراض، الإيدز ممكن تنقل، الزهري ممكن تنقل، السيلان، كل الأمراض دي ممكن تتنقل لو أنت استخدمت أدوات غيرك استخدمها. ممكن أيضا لو أنت استخدمت أدوات معينة بإفراط، ممكن فتاة مثلا تعور نفسها وتجرح نفسها، أو ممكن شاب يعمل كدمة للقضيب أو التواء للقضيب. كل المشاكل دي ممكن تحصل نتيجة إفراط العادة السرية. طيب موضوع العلاج، ايه هو العلاج للحالات دي؟ اولا لازم نفهم ان العلاج في ايدك انت، انت ممكن تتوقف عنها لان هي مش ادمان. لو في ادمان او انت مش قادر تتخلص منها، يبقى لازم نستشير دكتور نفسي. لو في مشاكل حصل لك مثلا تورم او احتقان او مشاكل الام جامدة في الخصية، يبقى لازم نستشير دكتور مسالك. افضل شيء ان احنا نحاول نشغل وقت فراغنا، نحاول بقدر الامكان نلعب رياضة، نحاول بقدر الامكان نخرج مع اصحابنا. الترفيه عامل مهم جدا في السيطرة على العادة السرية. طبعا احب الفت النظر ان في علاج دلوقتي لادمان العادة السرية، علاج سلوكي وعلاج دوائي، وبيجيب نتائج فوق 90%. أرجو نكون استفدنا من هذا الفيديو. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.